سميت سورة يوسف بأحسن القصص لأنها تعلمنا أن السجين سيخرج، وأن المريض سيشفى، وأن الغائب سيعود، وأن الحزين سيفرح، وأن الكرب سيزول، وأن ابتلاء المؤمن كله خير. أوصي نفسي وإياكم بعدم اليأس، وأن تثقوا في الله، فلا تحملوا الأرض فوق رؤوسكم وقد جعلها الله تحت أرجلكم. موسى الرضيع لم يغرق في قمة ضعفه، غرق فرعون وهو في قمة جبروته. فمن كان مع الله فلن يضره ضعفه، ومن لم يكن مع الله فلن تنفعه قوته. ثقوا بالله وتوكلوا على الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.